طارق سليم رمز لا ينسى. إذا تكلمنا عن كابتن صالح فلا يمكن أن يفوتنا الحديث أبدا عن الكابتن طارق سليم عليه رحمة الله، اللي حلت ذكرى رحيله في الشهر الحالي. كابتن طارق سليم اللي شقيق الثالث لكابتن صالح والكابتن عبد الوهاب على الجميع الرحيل، ولد 15 يوليو 37، توفي 16 يوليو 2016. الذكرى الرابعة لرحيله حلت، على روحه كل الدعاء بالرحمة والمغفرة إن شاء الله. نشوف في هذا التقرير جانب من مسيرة واحد من الشموع الحمراء. طارق سليم راجع لورا اهوت، واحد تاني بيصلح له الكورة، جمال محمود وطارق بيشوط. الطيار الكابتن طارق سليم اسم لا يحتاج إلى كلمات تتحدث عنه بقدر ما تحتاج الكلمات ذاتها للتزين باسمه وسيرته وتاريخه. هو جنتلمان الكرة المصرية وأحد أساطير الأهلي. الكابتن طارق سليم الشقيق الأصغر للراحلين العظيمين صالح وعبد الوهاب سليم، ونجل الدكتور محمد سليم أحد رواد أطباء التخدير في مصر. والدته هي السيدة زين الشرف، نجلة واحد من أشراف مكة المكرمة قبل انتقاله للعيش في تركيا ومنها إلى مصر. ولد طارق سليم في 15 من يوليو عام 1937 بحي الدقي بالقاهرة. انضم إلى النادي الأهلي بعد أن اكتشفه حسين كامل الكشاف المعروف، وسرعان ما تألق واندمج مع زملائه، فكان قرار تصعيده للفريق الأول عام 1954 بناء على تعليمات المدرب مختار التتش. عامان فقط احتاجهما طارق سليم ليفرض اسمه على المنتخب المصري لكرة القدم عام 1956 وهو دون 19 من عمره بعد تألقه اللافت مع الأهلي. طارق سليم راجع لورا اهوت، واحد تاني بيصلح له الكورة، جمال محمود وطارق بيشوط. نجح طارق سليم في الفوز ب14 لقبا مع الأهلي خلال مسيرته المظفرة، بواقع 7 بطولات دوري، 5 بطولات كأس مصر، بطولة الجمهورية العربية المتحدة مرة واحدة. كما حقق مع المنتخب المصري بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 1959، وشارك في دورة روما الأولمبية عام 1960، وبطولة البحر الأبيض المتوسط وكأس العالم العسكري. اعتزل طارق الكرة عام 1965 بعد 17 عاما بقميص الأهلي، متجها إلى مهنته الأصلية كطيار، وتدرج في الترقيات حتى أصبح كبير الطيارين بالشركة الوطنية للطيران. لم تنقطع علاقة طارق سليم بالأهلي حتى آخر أيامه، حيث تولى منصب مدير الكرة بالفريق الأول في أكثر من مرحلة، وظل في خدمة النادي حتى وافته المنية في 16 من يوليو عام 2016، عن عمر يناهز 79 عاما، بعد أن سطر تاريخاً أسطورياً مشرفاً مع الأهلي لاعباً وإدارياً. الحقيقة الأول دعني أهنيك على اسم الشموع الحمراء. واحنا بنتذكر الشموع الحمراء. اقترحوا عليا صديق اهلاوي اسمه احمد الخواجه، مدرس لغه انجليزيه. الحقيقه وهو بيدردش معايا كده في بعض الحاجات ذكر كلمه الشموع الحمراء على الشموع السوداء، فليه الحق في ذكر اسمه. موفق جدا لان احنا عايزين نتذكر رموز النادي الاهلي كله في مناسبته، واحيانا هنختلق مناسبات عشان الناس تعرف رجالات الاهلي وكيف يصنع الاهلي.
كابتن طارق سليم يعني انا على المستوى الشخصي بسرعه كده تجمعني بيه مجموعه من العلاقات والمشاعر الغريبه جدا. انا كنت في مدرسه النقفاش النموذجيه، هو كان في الأرمان النموذجيه، كان بيتعمل اليوم النموذجيات المعادي والأرمان والاهلي في كل الالعاب. فكان يجي كابتن طارق سليم كشكول يلعب هاند بول، كانت لسه في مستوى تجريبي، العاب قوة، يلعب وثب عالي، تنس طاوله، كره قدم، كشكول يلعب كل درست نقراش بيتلعب خلاص عليه رحمه الله. رحمه الله عليه. فعلاقتي بيه علاقه انبهار، ما كنتش لسه رحت النادي الاهلي. وبعدين جينا في 59 60 الكابتن طارق سليم، كنا بنلعب تركيا، كان عنده ظرف كده يعني بعدين نحكيه، يعني كان ظرف ريزل يعني. طيب. فبيلعب هذه المباراه وهو في يعني عنده ضائقه نفسيه، ويلقب بطارق سليم الاول لان يعني كان بيلعب عليه اهم جناح في اوروبا في تركيا اسمه طارق، وهو كان طارق سليم الاول، وتصور على راسه تاج في هذه المباراه. كان قاهر التراكو عليه رحمه الله، هذا هو الكابتن طارق سليم، له كل الدعاء بالرحمه والمغفره ان شاء الله، واحد من الشموع الحمراء اللي اضاءت طريق الاهلي عبر كل العقود.